ديروا الكيت ديروا الكيت ديروا الكيت، اليوم جيت نجاوب المفرقع القوي ويد الديوتي، الواكل لحمو وشارب دمو، ديروا الكيت ديروا الكيت. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تعطينا اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا. قبيله جاوبت العاهره قضيه السريعه، دابا جيت نجاوب القويويد ديال المفرقع، قويويد بناتو وقويويد عيالاتو اللي خارج حتى هو، بغانا نسبو ليه الوالدين، بقى في الحال حيت سبينا السريعه وما سبيناش هو، هو ضروري شافنا كنا على السريعه في والديه وكنسبو فيها، بغا هو السبان. مرحبا، بغيتي نعايرو لك مينه خارج كتعاير في الوالدين ديال السعاد، هي وخواتها تجمعتي العائله كامله وكتقول لهم الله ينعل لي رباكم. واسمع هاد المعيوله يا المفرقع يا القويويد، الله ينعل لولداتك وما رباتكش، الله ينعل مينا كما نعلتي الوالدين ديال السعاد با محمد ومي ميلوده لينا الشرفاء وخال كتجبد فيهم، والله ينعل لك الوالدين اللي ولدوك ما رباوكش المفرقع ديوتي القويويد، يا قواد بناتو يا قواد عيالاتو. ما دابا شنو هما الموضوع الخطه اللي داروا دابا المفرقع وهاد حسقينو؟ البارح شافوا يونس مربو حط له عند القناه ديال عايشة الروباله انه غادي يرجع لليوتيوب، وهذه خاف البوز لا يمشي ليه والمشاهدات اللي تمشي ليهم، قالوا خاصنا نخرجوا نتعاطاو مع القنوات المنتقده ونتعاطاو مع السعاد باش يبقى عندنا البوز بالشهور فضيحه. هذه الخطه ديال المفرقع، وخارجه الغزينو الحامضه المارجه العاهره باترونه خارجه كتعاير في السعاد وكتعاير في القنوات المنتقده العيالات الحرات اللي ما كيرضاوش بالدل، قالت لك سكيريات وكميات، قال لك السفين ينطق بما فيه، حيت انتي مدوزه العهر ومدوزه الفساد ومزوزه البيران ومدوزه المخدرات ومزوزه البوبيقات الكحله، خارجه كتعايريهم بداك الشيء باقا فيك النغزه. راه البارح قلتي لهم ما كاين عاد تيرشرش، حتى راك عارفه التيرشرش فين كتكون، باقيك عقل مربوطه بالماضي بزاف ديالكم، اثر الماضي ديالك بزاف يا الباترونه انتي وهاد القواد بناتو، هاد القويويد اللي بنته خارجه من 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 الولايه، انه خبر ديال الحمل خبر ديال الاغتصاب من كتر الحالتين، وخارج كيت زغرت وكيصلي على النبي ويقول لك بغاو يصيفطوني الورقه الرابحه ما بناتي، بحالك انت بحالك انت خاصهم يدفنوهم حيا، اللي ما عندوش الشرف ما عندوش الغير على الشرف ديالو وديال بناته وديال المراه ديالو. انت اللي مخرج دابا غوزينو كتعاطى في اليوتيوب، ما عارفش ان القنوات المنتقده غادي يمرمدو جدبوها الكلب، كون كانت عزيزه عليك مدام غوزينو كما كتقول ما غتخرجش تعاطى مع القنوات، ما غتخرجش تقدر توصف لي من الجهاز التناسلي ديالها، وعارفين كيتفرجوا فيكم رجالو رجالو والدراري كيتفرجوا فيكم، اللي بقى كتقول لهم عندي الغوز ما غتشهاش راجل واحد اخر، تبغي مراتك انت تشهى واحد اخر، طلع لي في اليوتيوب وتقول لهم انا عندي الغوز، حنا عارفين رجال لا انت ما عندكش والو، تزومي على المؤخره ديالها تزومي على المؤخره ديال بنتك، قال لك سعاد كدير الفلتر وكدير الماكياج وكتشطح، بقى فيك الحال يا المفرقع بقى فيك الحال، ولا قول بقى قول ما كرهتيش ترجع لك سعاد، عطاتك النخاله سعاد قالت لك ها واحد لك واحد الغوزينو الله يسهل عليك، وعطات النشاط. هذه هي النقطه اللي مرضاتكم مرضاتكم، كتشوفوا سعاد فرحانه وسعاد ناشطه ومع خواتاتها قفق الحال، واليوم المفرقع بلا شعور انطقتي، علاش سعاد كتجمع مع 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 خواتاتها، علاش سعاد كتنشط، علاش كدير الماكياج، علاش كدير الفلتر، ياك ود العبد الفلتر الماكياج كان شاري ليها باك ولا شاريها ليها امك مينا، سعاد ربي حن عليها وربي سهل عليها، كنتو مسيزينها كنتو دايرين سعاد تحت الصباط بحال الجفاف كدير فيهم غيتو، تكسي العكوشة وتكسي الشيخ وتكسي نتا المفرقع وتكسي خوك والماكلة وكتصرف عليكم تا ربيتو البوادر، سعاد دابا سهل عليها الله تحمد الله وتشكرو، عاد سعاد نورات وعاد سعاد تمالية فراسها، كانت واخدك نتوما كنتو مسيزينها ومخرج دوك العاقات دوك الباترونات المشرشمات اللي ما عندهمش من الأصل، اللي ما خاصهمش يطل ما خاصهمش يهزو عيني في الكاميرا كيتجبهو، وامي دارت لينا فضحاتنا دارت لينا كيقولو مغنهدروش في سعاد، وضروري ضروري اي فيديو مستحيل ما يجيبوش سعاد، بغيت عاد شي عنوان ديروه ولا شي فيديو ما تهضروش على سعاد ابدا،
حيت لي ديوتي كيبقى ديوتي، واللي شماته كيبقى شماته، خاصو يتعاطى مع العيالات، خاص ضروري تجاوبو السؤال عاد يخدم. هو اليوم تجتني على الوالديك، عاد زيد سعاد ما غاديش تجاوبكم، انت كتزيد وحنا غنعلو لكم والديك. الله ينعل انا اللي ولدوك انت وما رباوكش، والله ينعل اللي كيشوفو الولد المنكر في عائلته ما كيبغيش يغيروه ولا كينصحوهم، كيشجعوا ولادهم على المنكر الله ينعلهم. كاع اللي كيظلم شي بنت الناس ولا كيبغي يدير الله ينعلو في هذا النهار. سمعت ديال الخلا ما فهمتش، كيحسبين دابا راسهم راه مشهورين ولا ما نعرف، حسيتو بجنابكم دسركم الادسنس شي زلط، علاش مزيان زلط كنتي كتخرج على البلاغي واليوم مفرقه. شوف انت راه كنشك بحال والو تكون كنتي شيخه انت شحال هادي، حيت اليوم الطريقه ديال الشطيح ملي كان كيعيب في السعاد هو كيشطح بحال الشيخه تراكس ولا الشيخه تسونامي، يحرك ديك الكريشي عدو يدور لك في القزيبه منه والقزيبه منه، ملي تعدى القزيبه ديال الشطيح نيت خاصك على الموزون وشي تكشيطه وتسرع الطرح، سرع طيب القاعده انت ولا بشي بندير. والله العظيم اللي عندك فورمه ديال الشيخات كيشطح ويعيف السعاد، علاش السعاد كدير هكا، على السعاد كتشطح، علاش كتخرج؟ ايوا عاوتاني خاصو يرجع لسيدو يوسف الزروالي، علاش يوسف الزروالي يدخل؟ علاش يوسف الزروالي يوريها ما كانت شكا؟ ما كيبغيوش هما شي واحد اللي ساند سعاد، ما كيبغيوش. زمتكم يوسف الزروالي، تحية لي من الفيديو، زمتكم مزيان، جلستكم على القالب، داكشي قانونيا، ايوا طلعو كدبوه، قلتو اغتصاب ما كاينش، هو جبد ليكم البنت بششمة من اللور ومن القدام. يلا فين باقا تجبو خارج قلنا ما كاينش الاغتصاب، والبرغوشه قبيله في فيديو كتخرج في عينيه شي حاجه ما كايناش قالت لك الاغتصاب، وداك الترشي منين غنجيبو؟ شتيك ماشي صاروخ هرب من الصين وجا دخل تما، كضحكوا على المتتبعين وكضحكوا على راسكم وكتنافقوا راسكم وديروا الضحك في راسكم. احنا اللي كيضرنا هو انكم كتشوهوا الاسر المغربيه، هذا اللي كيضرنا اكثر بحكم انكم مزمرين ماشي مؤثرين، متبعينكم ولاد صغار ومتبعينكم بنات صغار كيشوفوا ديك الحاله، وكاين لي والدي مزير انا كتقول لهم علاش انا ما كتعطيونيش الحريه، وشو هذه كيفاش كتعيش، شوف هذه كيفاش كيديروا ليها، تعلمونا على الفساد وعقوق الوالدين. الله يلقى لكم في هذا نهار الجمعه يا تريك المسخوطين، كلشي من العائله كلها مسخوطه، كلها من الطرف الشيخ العكوشه، والله ينعل تتي العكوشه، الله ينعلك في هذا النهار اللي ما ربيتيش داك الولاد مزيان. يلاه هو كينعل في والدين سعاد، قلتي الله ينعلهم اللي رباوكم، حنا نقولك الله ينعل اللي ولدوك وما رباوكش مزيان، هي اللي مزوج بعاهيره، عاهيره خدات قويوي بوان فينال، هذه المعادله. وقال لك البعره حاشاكم كتقلب على اختها 20 عام في البحر، هذه عاهيره تلاقات مع قويوي بناته تلاصقوا دابا، كاين على الفساد والشوهه اللي كيتلاقاو هاد الجوج قويوي مع عاهيره، انتظروا انه مع تديوتيت والعهر. فهمتش ما فهمتش هاد الناس اللي نفسهم حنا كمنتقدين ولا كمتتبعين وكيبقى فينا الحال كتشدنا النفس على بنت بلادنا يوقع عليها بحال هكا. حنا يسرى ما بغيناش الاغتصاب، حنا كاملين اقسم لكم بالله العلي العظيم انا ما بغيت يسرى تكون مغتصبه، ما بغيتش هاد الموضوع، ما بغيتهاش تكون، ما كرهتش تكون باقا بنت وداكشي، جاتنا الغير على بنت بلادنا، وهو واخا هي مسخوطه راه عندها اخطاء كثيره، ولكن قضيه الاغتصاب ما بغيناش تكون اصلا، دبر راسها. ولكن كتشوف حنا بعاد وجاتنا الغيرة على هذا الموضوع، وانت اللي باها وقريب منها ومفروض انك تحميها وتغير على الشرف، حنا عارفين الشرف راه كاين اللي كيقتل عليه، ولكن اللي راجل ونص ماشي ديوتي شماته، كاين اللي كيقتل على الشرف ديال بنته، والبنت لاقي الحريه كتمشي تبات فين ما بغات تجي وقت اللي بغات، ما كاينش اللي كيسول فيها، لاقيه مرات الاب كتشجعها على عقوق الوالدين، لاقيه مرات الاب كتقاد لها وتخرجها، ايوا بجوج مسخه تلاقات مع مسخه هادشي اللي غيعطيونا. المهم بلا ما نطول عليكم، تحياتي اللايكات والتعاليق والبارطاج.